ايه الحلاوه دي؟ اللي يشوفك امبارح وانت خايفه ومرعوبه ودمك هربان ما يشوفكيش النهارده وانت منوره وزي القمر. بنت انت كويسه؟ طبعا فيري نايس. ما انت شايفه جمالها؟ ما احنا سيبناها امبارح عسليه رجعنا لقيناها برطمان مربى. بتهدي يا اختي انت وهي بتغنوا وتردوا على بعض. انت مش هتضيفينا ولا هي بنت؟ ما تقومي تعملي لنا بقى شاي. بس بس اقعدي عسليه في ايه؟ اللي عايز حاجه يقوم يعملها، المطبخ جوه عندكم. احنا قاعدين في بيتك يا فتون. هو انا جوزتها لمحامي ولا ايه دافع عنها؟ بس بس انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ قولي لي بس السكر والشاي فين وانا اعمل لكم احلى كوبايتين شاي. خليك انت، انا هقوم اعمل الشاي يا راشد. معلش بقى يا عروسه. ماشي. هو انت بداتها بمعلش؟ امال السنه الجايه هتقول ايه؟ هنيجي نجيبه من فوق الدولاب. ما تجيش في انت وهي. بقول لك ايه؟ معكش سجارة استباحة كده من بتوع فرح امبارح؟ لا سجارة ايه؟ انا بطلت خلاص. يا راجل ده انت امبارح كنت تولع الحجر، تولع منه سجارة تطفيها تشتغل خوابير. انت هتعمل طبت عليا ولا مكمر الحشيش عشان تبيعه وتاخد فلوس؟ بس 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 البكابورد اللي اتفتح ده، خد يا اختي السجارة اتفضل. ايوه كده رجالة ما تجيش الا بالسك. وانت سيب مين يفهم فيهم. اه بس بقول لك ايه، ده اخرنا خلاص، مفيش منه تاني، انا هبطل. طب يا مبطل بقى، انا عايزه فلوس، اصلي قاعده عند غنوه يومين فمحتاجه فلوس. الله، طب ما ترجعي تقعدي في بيت. يا سيدي سيبها تقعد تغير جو يومين، واهو برضه تاخد راحتك انت والبيت. الله، مش انت الذكر بتاعنا، ما تدفع كيشت. وانا قلت لك لا مش هديك فلوس؟ انا بقول لك ارجعي اقعدي في بيتك. راشد عنده حق يا فتون، لازم ترجعي البيت. لا ما عندوش حق يا اختي. ها هتدفع ولا ايه؟ بس خلاص، وما يا بت عسل هات المحفظه من جوه. حاضر اخوي. شايفه شاكمها ازاي؟ اه يا اخويا دكر شاكم البيت وماشيه ايه. الله اكبر عليك. استني ايدك يا ست البنات. خد يا ست الكل. ايه ده؟ انا عايزه 500. 500 عفريت لما ينططوه. نعم 500 جنيه في يومين. هتدفع ولا ايه؟ ما تقولش. خدي ياخد عدوينك ان شاء الله. اصطبح بقى. انت خايف منها ولا ايه؟ لا خايف ايه، انا بس اتفقت مع عسلين ان انا هبطل بعد الجواز، بس دي يعني استباحه الصباحيه بس. انا عارفه انك ممكن تغوي ابليس يا فتون، بس من هنا ورايح مالكيش دعوه براشد. والنبي مراتك عندها حق او المصحف. طب بقول لكم ايه يا جماعه، نستاذن احنا. يلا يا فتون اتاخرنا. اه يا اختي نكملها على السلم. رايحين فين؟ اصب لكم الشاي. لا اصل انا يا اختي ماليش في السهوكه اللي انتوا فيها دي. خلصوا السهوكه واشربوا الشاي عشان انا مرارتي صعبه قوي، بيجي لي حموضه. مبروك يا راشد، مبروك يا عسليه. الله يبارك فيكم، شرفتوا ونورتوا. مع السلامه يا اختي. مبروك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك. مع السلامه. السلام. مع السلامه. ده هو نفس واحد بس. انا اقدر ازعلك برضو يا ست البنات؟ النهارده نفس واحد، بكره سجاره، وبعد كده نرجع لقديم، واحنا ما اتفقناش على كده يا راشد. صح صح، انت عندك حق، احنا ما اتفقناش على كده. هي المفروض تبقى قطعه بنهي على طول، وبعدين خلاص ده هو يومين ثلاثه وانزل الشغل الجديد وانسى بقى كل القرف ده. معلش حقك عليا، حقك عليا عشان خاطر حته صغيره. انتوا صغنتوت، انتوا صغنتوت. تليفون. شو تليفون؟ الو ماي دارلينج، ام سو هابي فور يو. مبروك، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. اتجوزتي اللي انت بتحبيه مش كده؟ كان اسمه اي ثينك الحسن، صح؟ نو I married another man. It's a long story. I will tell you when I meet you. خلاص يا حبيبتي. انت بتتراكم بكافيت ولا ايه اللي بتقوليه؟ Enjoy yourself. ها؟ انبسطي. على فكرة جايبة لك حتة كادو هتعجبك جدا. ربنا يخليكي ليا. ماشي يا حبيبتي.
اوكي يلا باي. مع الف سلامه. ربنا يخليكي. مع السلامه. مع السلامه. ايه ده؟ ايه في ايه؟ مين كنت بتكلمي؟ مين دي؟ مدام سهى. سهى؟ سهى مين؟ نزل رجلك. سوم باي ذا واي اسمها عسلية. يس اي نو اسمها عسلية. شفت البطاقة بتاعتها؟ أنا اللي مشغلاها وأنا بقى سميتها سالي. البت دي she has a very very strong spirit. She's an extrovert. ومن يوم ما دخلت البيت وبقت جزء منه. وعلى فكرة لماحة جدا. She's very very smart. ما عندهاش طول. فقيرة ومش متعلمة. بس لو ركزت معاها شاطرة جدا هايلة. يا ماما ناس مختلفين تماما عننا. أنا امبارح كنت في الفرح بتاعها. كنت إيه؟ ثانية واحدة كنت فين؟ كنت فرحها عسلية أو سالي دي. أنا عارف إن أنت بتحبيها قوي وكنت لازم أروح وأساعدها and give her a hand. Really؟ تروح تساعدها and give her a hand. And you know that I love her very much. ما خدتنيش ليه بقى طيب؟ سو أنت لو رحت هناك تتاكلي. الناس هناك مختلفين خالص. حرامية وبلطجية وبيضربوا نار. ما ينفعش تروح هناك خالص يا سوف. عشان كده ما قلتلكيش. And she بقى is very different. وبقى لها سنين بتشتغل معانا وأنا بحبها والبنت دي شاطرة وكويسة. And you know that I love her. And you know that she's very very good. Okay, come on. Even if ما ينفعش يبقوا قريبين مننا الناس دي خالص يا سو. وأنا في ناس مستنيني بصراحة. And I have to leave. Go. Go. Okay. Love you. واحلى قهوه معاك لعم صلاح. قول يلا انت تعمل لي سياحه. امشي. شيش عم راشد؟ ايه فين يا باشا؟ بص يا عم راشد، انت عارف انا بحبك قد ايه وجاي لك في كلمتين ورد غطاهم. تمام. ريحتك في احد ومحاول نبيع السالنا عليك. انت بتشتغل في الحلوه دي من امتى؟ تسلم ايدك. شكرا شكرا. حلوه يا باشا والله ما بشتغل في البودره ما انت عارف. لا انا مش عارف. سياده المعاون هو اللي عارف كل حاجه. لما نفسك يا راشد واعتبر وجودي النهارده ده تحذير ليك. ونموت فرحك ان انا ما جيتوش امبارح. ايوه يا باشا لكن انا يعني. لا مالكنش. انا كده خلصت ذمتي من ناحيتك. واللي جاي ما فيهوش زعل. كده انا عداني العيب. وازح يا باشا. وازح. عالحلوه والمره مش كنا متوعدين لتنسى.